السلام عليكم متابعين الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض تورتاية مستطيلة بطريقة بسيطة وتزيين سهل جدا بالشكل اللي احنا شايفين مع بعض. أتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة، وما تنسوش كمان تفعلوا جرس على الكل عشان يوصل لكم كل الوصفات. ولو بتشوفوا قناتي الأول مرة ياريت تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. هتلاقوا عليها تشكيلة جديدة من الوصفات والحلويات والمعجنات بأشكال جديدة ووصفات جميلة كمان لشهر رمضان. بنقدم كمان على القناة أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. لو بتشوفوا قناتي الأول مرة هنشوف دلوقتي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة. زي ما احنا شايفين الوصفة ديت أحلى من كحك العيد، جربيها بإذن الله في شهر رمضان وجربيها من ضمن وصفات العيد هتعجبك جدا. وصفة محشية اقتصادية وسهلة في التشكيل بشكل جميل اللي احنا شايفينه. كمان هنشوف مجموعة من الوصفات، هنا الكوبيب عملناها بطريقة سهلة جدا، وكمان هنا مجموعة من الوصفات زي الوصفة ديت عملناها بقطعة التفاح بدون فرن، جميلة من ضمن وصفات شهر رمضان. معجنات هنا دي عبارة عن فطاير مقرمشها محشية كمان من الداخل، جميلة جدا قدميها من ضمن عزومات شهر رمضان. وهنشوف صواني البقلاوة هتعمليها بدون ورق جلاش. الوصفات دي بإذن الله هسيب لكم اللينكات في أول تعليق. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. مقاديرنا في البداية زي ما احنا شايفين هنحتاج مقدار 8 بيضات، واللي 8 بيضات هيعملونا 2 سبونج. انا التورتاية بتاعتنا هعملها ب 4 سبونج، يعني هعمل هنا مرة تانية 8 بيضات تانيين. اول حاجه هنا فصلت البياض عن الصفار، جبت الاناء بتاعي ناشف ونضيف تماما ما فيهوش ولا نقطه ميه، وفصلت البياض عن الصفار. هنا البياض بتاعنا حطيته في البوله بتاعتنا، والصفار هحطه في الخلاط. بالنسبه للبياض حطيت عليه رشه من الملح، ودلوقتي بواسطه المضرب هنبتدي نخفقه. هنخفق البياض لحد ما يكون معانا المبك. باقي الاضافات كلها هحطها جوه الخلاط. هنا زي ما احنا شايفين مع بعض معانا هنا صفار الثمان بيضات، هضيف عليهم مقدار كوبايه ونص من الدقيق. بعد كده هضيف كمان النشا، والنشا بتديكي نتيجه كويسه جدا في عمل السبونج. زي ما احنا شايفين مع بعض ضفت حوالي هنا مقدار 3 معالق من النشا. بعد كده اضافتنا هنا طبعا حطينا البيض، ما حطناش لسه الفانيليا، حطيت الاول معلقه من البيكنج باودر وبعد كده هحط الفانيليا. حطيت هنا مقدار من الفانيليا، هضيف كمان خل حوالي معلقتين من الخل، وكمان زيت ولبن. الزيت بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي هنحطه بالمعلقة، هنضيف حوالي هنا زي ما احنا شايفين حطيت ادي 2 3 4 5 6 7 8 معالق من الزيت. زي ما حطيت 8 معالق من الزيت هتحط زيهم 8 معالق من اللبن. يبقى بالمعلقة بتاعتنا حطينا 8 معالق من الزيت. زي ما احنا شايفين في النهاية بالشكل ده، ادي المارنج هنا البياض بتاعنا وصل لقوام المارنج بتاعه بالشكل ده. دلوقتي بقى انا خدت مقادير الصفار كلها وخلطتها في الخلاط بتاعنا كويس. بعد كده هنا بعد ما وصلنا لقوام المارنج هنضيف هنا الصفار على البياض، هنا الصفار طبعا بالدقيق بالمكونات اللي حطيناها فيه كلها على البياض، وهنقلب من تحت لفوق لحد الخليط كله ما يختلط مع بعضه. بعد كده هنجيب صينية الفرن المدهونة حطيت فيها ورق زبدة ودهنتها بالزيت، وهنحط نص الخليط. زي ما بقول لحضراتكم الخليط بتاعنا ده هيعمل لنا 2 من الاسبونج. انا حطيت هنا زي ما احنا شايفين مع بعض حطيت هنا بالشكل ده نص كمية، وهحطها في الفرن عشان اعمل كله بنفس هنا مقاس الصينية. هحط الكمية الاولانية في الفرن، وبعد كده الكمية التانية بعد ما استوت زي ما احنا شايفين حطيت الكمية التانية في الصينية بتاعتنا، وهنسيبها تستوي وهنشوف الاسبونج بتاعنا. ادي الاسبونج بتاعنا زي ما احنا شايفين، انا عملت 4 اسبونج. ادي الاسبونج بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض لونه جميل جدا بالشكل ده. هنشيل هنا ورق الزبده هيتشال معانا بسهوله من الاسبونج بالشكل ده، وادي لون الاسبونج معانا. انا عملت 4 من الاسبونج، عملنا 2 مع بعض وعملت 2 تانيين من الاسبونج. دلوقتي بقى هنشوف بقى هنحشي الاسبونج بتاعنا ازاي. هنحضر الكريمه مع بعض، كريمه الخفق. هنا انا حضرتها بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي، وهنشوف دلوقتي نوع الكريمه. نوع الكريمه اللي انا بستعمله الحقيقه ده نوع كويس جدا، زي ما احنا شايفين الكريمه بتاعتنا متماسكه، وهنشوف شكل هنا العلبه بتاعتنا. هي دي الكريمه اللي مستعملها الحقيقه، من احسن انواع الكريمه اللي ممكن تستخدميها كريمه الخفق. كريمه الخفق الجاهزه ديت ممكن كمان تستعملي السايله، ولكن طعم ديت بتكون احلى من الكريمه السايله. زي ما احنا شايفين مع بعض جبت هنا كوبايه من اللبن، واللبن بتاعنا لبن سائع، حطيت عليه معلقه من السكر، وبعد كده ابتديت هنا اسقي الاسبونج بتاعنا، وحطيت الكريمه بتاعتنا داخل كيس من اكياس كيس حلواني بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اوزع هنا الكريمه على الاسبونج بطريقه سهله جدا. وزعت هنا الكريمه على اول طبقه من الاسبونج، وبعد كده ببتدي اسويها. كنت محضره هنا جناش شوكولاته او صوص شوكولاته، ابتديت هنا اوزع منه شويه على الاسبونج عشان يديها طعم الشوكولاته، وكمان هنا حطيت هنا شويه من الشوكولاته شيبس بالشكل اللي هنشوفه.
وزعت شوية هنا من هنا صوص الشوكولاتة عليها بنفس الخطوات، وبعد كده حطيت بقى حبات من الشوكولاتة فوق الكريمة بالشكل ده. بعد كده هحط تاني طبقة، ونفس الكلام زي ما عملت اول طبقة نفس الحكاية، هنا حطيت تاني طبقة، وبوسط اللبن بتاعنا هنبتدي هنا نسقيتها باللبن، وبعد كده وزعت عليها الكريمة بنفس الخطوات زي ما عملت اول واحدة، وبعد كده بنبدأ نساوي الكريمة عليها بنفس الخطوات بنفس الشكل، وبعد كده نفس الكلام زي ما عملنا اول واحدة، هبتدي اوزع هنا صوص الشوكولاتة عليها، وهحط حبات من الشوكولاتة على الاسبونج التاني بنفس الخطوات اللي هنشوفها. ادي هنا حطيت حبات من الشوكولاتة، وبعد كده هحط هنا الجزء الثالث من الاسبونج بتاعنا زي ما احنا شايفين، ادي الاسبونج بتاعنا حطيت الجزء الثالث، ونفس الكلام هسقيه باللبن وهعمل نفس الخطوات لحد ما اخلص الاربع اسبونج معانا. هنغطي بالكريمة، حطيت هنا اللبن، وبعد كده هنغطي بالكريمة. ممكن طبعا تستبدلي اللبن بأي عصير موجود عندك. هبتدي أوزع الكريمة، وبعد كده هنحط آخر طبقة من الاسبونج، وهنساوي بقى الكريمة على وش الاسبونج بالشكل اللي هنشوفه مع بعض، وهنساوي التورتاية بتاعتنا بالشكل اللي هنشوفه. ادي هنا زي ما احنا شايفين حطيت الاربع طبقات. دلوقتي هنبدأ نساوي الجوانب بتاعتنا بالشكل ده. هشيل الجوانب بتاعت التورتية بتاعتنا الاربع جوانب، وبعد كده هنغطيها بالكريمة وهنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة مرة تانية عشان تتماسك قبل ما نعمل الفينش النهائي للتورتية. هنحط عليها وشها الكريمة وهنوزعها، وبعد كده هناخدها بقى نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. الجناش النهائي، انا هنا هنشوفي الجناش النهائي، حطيت هنا جناش شوكولاته هحطه على جزء تاني، وجزء جزء جزء من الاجزاء، والجزء التاني هعمله هنا صوص احمر بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. الجناش ده عباره عن شوكولاته عليها شويه من اللبن، سيحتهم مع بعض على النار، وبعد كده ابتديت اوزعها. الجناش التاني الاحمر اللي هنشوفه عباره عن حوالي 3 قطع من هنا الشوكولاته البيضاء على ربع كوبايه من اللبن، ضفت عليهم كمان ربع باكو من الجيلي ومعلقه من الجيلاتين، وخلطتهم كلهم مع بعض لحد الجيلاتين ما دوب ما داب مع الخليط كله. حطيت الخليط كله على النار لحد الجيلاتين ما داب والخليط تقل معايا شويه، وطبعا الخليط ده عشان هو لسه ساخن لو نلاحظ ان هو سايح، ولكن طبعا بعد ما يتماسك هنبص نلاقي الخليط هنا بقى تقيل خالص معانا. يبقى عباره عن شوكولاته بيضاء، عباره عن كمان ربع باكو من الجيلي، ربع كوبايه من اللبن، وعليهم في النهايه كمان حطيت معلقه من الجيلاتين عشان يبقى تقيل معايا. بعد ما حطيت هنا وزعت الصوص بتاعي في الجوانب بالشكل ده، هبتدي هنا اعمل بقى الفينش النهائي. هعمل هنا زي روزتات من الكريمه كده على الجوانب، وبعد كده هحط كمان كريمه في النص بالشكل اللي هنشوفه. خلصت هنا الجوانب بنفس الخطوات كده، وفي الفواصل ما بين هنا اللونين وبعض ابتديت هنا احط هنا الكريمه بتاعتنا بالشكل ده. وهنيجي في النهايه بقى اي تزيين انت حابه تزينيه، ممكن تزيني فاكهه، ممكن تحطي بسكوت، ممكن هنا تسيبي هنا التورتيه بالشكل ده، اي تزيين انت حابه تزينيه. جيت هنا تحت كمان كان فاضي معايا شويه من الكريمه، ابتديت احط شويه من الكريمه تحت بالشكل ده ووزعها على الاربع جوانب. وزعت الكريمه على الاربع جوانب بنفس الخطوات زي ما احنا شايفين. كان عندي بقى بسكوتات بالشكل ده، هبتدي هنا احطها هنا على الجزء هنا كان عندي احمر وبني بالشكل بتاعنا، اللي بالشوكولاته ابتديت احط عليه لون الشوكولاته، والاحمر هنا هحط عليه اللون الاحمر بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. حطيت يعني 5 وحدات هنا وخمس وحدات هنا، وبعد كده بقى اي تزيين تاني انت حابه تزينيه هنشوف التزيين النهائي. وفي النهايه رشيت هنا التورتيه بتاعتنا باللون هنا اللي هو باللون اللي هو الذهبي اللي هو الجولد واللون الاحمر بالشكل اللي هنشوفه. كان عندي هنا فرماسيل بالشكل ده، وزعت شويات من الفرماسيل في النهايه. طبعا ممكن تكتفي بالتزيين اللي قبل كده، هنا في النهايه حطيت شويه من الفرماسيل على الوش بالشكل بتاعنا. وكان عندي كمان حبات من الشوكولاتة ابتديت اوزعها في النص بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. وزعت هنا بنفس الخطوات، ده عبارة عن سكر ملون، هبتدي هنا وزعت منه شوية على التورتة بنفس الخطوات. كان عندي هنا حبات من الشوكولاتة حطيتها في النص بنفس الشكل. تزيين بسيط جدا بأي حاجة موجودة عندك ممكن تزيني بيها وتطلعي تورتة جميلة بنفس الشكل كده.
زي ما احنا شايفين في النهاية. هرش هنا إزبيباي على التورتة بتاعتنا، هرش هنا إزبيباي بامبي في الجزء الأحمر، وإزبيباي تاني اللي هو الجولد في الجزء البني. حطيت هنا على أول جزء، وطبعا هنا ممكن تستغني عن الخطوة دي، أنا حبيت هنا اللون يبقى بالشكل ده عشان أداب الكريمة معايا شوية. زي ما احنا شايفين حطيت هنا دي في النهاية، ده كان التزيين النهائي للتورتية بتاعتنا، وهنشوف بقى شكلها النهائي وهنقطعها مع بعض. رشيت فوق الكريم عليها بالشكل ده، وده التزيين النهائي للتورتية بتاعتنا. ادي وصفتنا زي ما احنا شايفين، عملنا بقى واحدة مستطيلة بشكل جميل زي ما احنا شايفين مع بعض، جميلة جدا. اعمليها بقى في عيد ميلاد، اعمليها في مناسباتك، من الوصفات السهلة اللي ما بتاخدش معاكي وقت خالص. بالاضافة كمان هنا ممكن تطلعي منها قطع جاتو بالشكل اللي احنا شايفينه، ممكن تطلعيها على شكل قطع جاتو بالشكل ده. كمان هنا السبونج بتاعنا زي ما شفنا خطواته سهلة جدا، اعمليه في الخلاط واعمليه في المضرب بخطوتين اتنين بس، هتعملي اسهل سبونج بنفس الشكل. وادي التورتية بتاعتنا، طبعا هنا القطعة بتاعتنا جميلة جدا، ممكن تطلعيها على انها قطعة جاتوه بشكل جميل ده. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، واتمنى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا بالشير مع الاصدقاء. والوصفات اللي شفناها في اول الفيديو هسيبها لكم باذن الله في اللينك اللي في اول تعليق.